مصر وبلعب ووتر باليه من وانا عندي 10 سنين، وابتديت الاول من وانا صغيره كنت بلعب جمباز من وانا عندي 4 سنين، وبعديها كان في الجمباز وانا صغيره كنت على طول بسمع صوت الاغاني بتاعت الباليه شغاله جنبنا، فانا على طول احيانا كده بروح ابص عليهم، فروحت حبيت يعني رحت بتفرج عليهم وكده، فسيبت الجمباز وابتديت العب باليه ارضي. وبعديها لما عملت الحادثه فالمفروض ان انا كان لازم العب اي لعبه في الميه، وانا ما كنتش عايزه العب سباحه، فكنت باجي هنا النادي وبتفرج على الناس البنات اللي بيلعبوا ووتر باليه، فحبيت اللعبه فبقيت العب باليه ارضي وباليه مائي. ف يعني بقيت اكتر لعبتين بحبهم باليه الارضي والمائي. بالنسبه للعبه الووتر باليه يعني هي يعتبر من احسن الرياضات اللي موجوده يعني في الرياضات عامه، عشان هي بيبقى فيها سباحه، بيبقى فيها فتنس، بيبقى فيها جمباز، بيبقى فيها يعني هي شامله كذا حاجه، فهي لعبه يعني الفتنس بتاعها عالي قوي، اللياقه بتاعتها عاليه قوي، السباحه بتاعتها كويسه، بتعمل توافق عضلي عقلي كويس جدا، بنات بيبقوا تحت المايه بيعدوا مع بعض، شغالين مع بعض، بتعمل هي تيم ورك يعني البنات بتبقى دايما شغاله تيم مع بعض، واللعبه الوحيده في مصر بتروح اولمبيكس. اهلا بيكي، عرفينا بيكي. انا اسمي مها، مامة نور. بنوتك بتلعب ايه؟ نور بتلعب باليه ارضي وباليه مائي. مين اللي اختار اللعبتين؟ هي اللي اختارتهم ولا انت اللي اختارتهم لها؟ لا، نور اختارت الاول تلعب باليه ارضي، انا في الاول وهي صغيره خالص خليتها جربت السباحه والجمباز وكملت فيهم لحد ما كملت 4 سنين، وبعدين دخلت اختارت ان هي تكمل سباحه وباليه ارضي، وبعد كده كملت باليه ارضي. بس مش بتحسي ان في تعارض بين اللعبتين ولا الاثنين بيكملوا بعض؟ لا، بيكملوا بعض في حاجات كتير قوي، وبنولي حاجات كتير في شخصيتهم. قولي لي اليوم بيبدا معاكي ازاي؟ احكي لي عنه من اول ما بتصحوا لحد بالليل. اليوم بيبتدي زحمه قوي، انا يومي بيبتدي الساعه 5 الصبح تقريبا، بنبتدي بقى بنصحى ونصلي ونحضر بقى لو احنا في ايام الدراسه بنحضر الفطار السريع، وبعدين بنحضر حاجه المدرسه بسرعه، لو في حاجه عايزين نراجعها عايزين نقفل حاجه بسرعه لحد ما الباص يجي بننزلها الباص بتاعها بسرعه، وانا اطلع تاني البس بقى وانزل انا كمان شغلي. انا بقى في شغلي، هي بيبقى عندها ساعات تمرين وانا في شغلي بتنزل هي لوحدها، لان هي تمارينها يعني يوجوالي بتبقى كل يوم بعد الظهر، هي عندها باليه مائي كل يوم بعد الظهر. يعني ايه المواقف الصعبه اللي بتقابل نور وبتحليها معاها ازاي؟ نور سنها دلوقتي سن المراهقه، فهو السن اللي انا عايزه اتعامل فيه كمدمزال، وفي نفس الوقت انا برضو عايزه ابقى طفله مدلله. فهي دلوقتي اللي هي بتوين ايه، ان هو يعني لسه اللي هو انا ما بين مرحله الطفوله ومرحله الشباب دي، بتبقى عايزه لسه تعرف كل حاجه، وفي نفس الوقت تحس ان هي عارفه كل حاجه وفاهمه كل حاجه، بس بتبقى عايزه تعرف يتقال لها بس بطريقه ديسنت، بطريقه بالراحه، مش بتبقى متقبله كل الاساليب يعني. فده بيبقى محتاج بس مني انا شويه صبر كده، وشويه ان انا يعني ابقى طول الوقت ليسننج ليها جدا، وابقى مصاحباها على قد ما اقدر، وده اللي انا بحاول اعمله على طول، يعني ابقى معاها على طول اونلاين، حتى لو انا مش قادره ابقى معاها فيزيكلي، بس احنا مع بعض على طول بنتشات بنتكلم، فاحنا مع بعض على طول. يعني بتخلي نور تلعب اللعبتين دول علشان هتبقى بطله فيهم، ولا مجرد بس انك بتملي لها وقت فراغها؟ بصي، هو انا الاول مشيت معاها بكونسبت هي اللي تختار، انا بفتح لها الدورز، انا بساعدها ان انا افتح لها سكك وابواب، وهي تختار، هي تخش تجرب، عشان كده هي جربت كذا لعبه اكتر من لعب، وفي الاخر هي سافرت على اللعبتين دول. فاحنا بنجمع ما بين الرياضه والفن، الباليه الارضي فن والباليه المائي رياضه. هي حابه جدا الباليه المائي، وحابه ان هي تحترف فيه، ونفسها ان هي خلاص الحمد لله دخلت فريق وكل حاجه، وعملت فيه سكور عالي قوي في وقت قصير جدا غير بقيه البنات، وفي نفس الوقت هي حابه جدا الباليه الارضي، وحابه جو الطلوع على المسرح والحفلات وكل ده. فهي عايزه تحترف، انا هفضل في دورها وهسابورت هي. هي عايزه توقف، هحاول انصحها ان هي ما توقفش الرياضه، لان الرياضه بنت حاجات كتير على شخصيتها، او تشوف بديل لو هي حابه انها تغير وزهقت تشوف بديل، لكن ما توقفش. دي وجهه نظري.
ايه المراكز اللي هي حصلت عليها في الباليه المائي؟ السنه اللي فاتت هي خدت مركز ثاني جمهوريه، والسنه دي ثالث جمهوريه. 2018 ثاني جمهوريه، دي كانت اول بطوله جمهوريه هتخشها، و2019 كانت ثاني، كانت خدت مركز ثالث، دي كانت ثاني بطوله جمهوريه برضو هي تخشها. طيب كلميني عن اليوم في التمرين، بيكون صعب بس صعوبته بتتضاعف لما بيبقى عندنا بطوله، ولما بيبقى فيه مع البطوله امتحانات. ايوه. ومع الامتحانات بقى انا كمان عندي لود في الشغل، لان انا وركينج يعني وركينج ماذر، انا بشتغل واشتغل بانكر. انا بشتغل بانكر، فطبعا شغلي انا من 8 ل 5 يوميا، ولو في لود انا بقعد بقى اتاخر، برجع ساعات 6 7 على حسب اللود يعني. طيب قولي لي انت ازاي بتقدري توفقي ما بين شغلك وما بين تمرينات نور وما بين مذاكرتها؟ بصي، هو من الاول انا ابتديت مع نور الموضوع مشاركه، الحياه كلها لازم تبقى مشاركه ما بيني وما بينها، يعني انا مش هيبقى عليا لود كل حاجه لوحدي، وهطلع بنتي متدلعه وانا اللي اعمل لها كل حاجه وانا اللي اكل وانا اللي اشرب، فخليتها من وهي صغيره تشاركني في كل حاجه، بدخلها معايا المطبخ، بنزلها معايا مشاوير، بشاركها حتى في مشاكلي، ساعات بحكي لها شويه بريفلي كده، لكن مش بخليها ان هي مغيبه ومش فاهمه اي حاجه وطفله مدلله على طول، انا اللي بعمل لها كل حاجه. فمن الاول وهي صغيره احنا خلاص اتعلمنا البيزكس، وبقينا نعرف نقرا ونكتب، ولحد ربع ابتدائي او خمسه ابتدائي انا كنت بساعد في المذاكره. ستارتنج بقى من اول اعدادي انا بقيت، بس احنا خلاص حاطين الرولز، عارفين الطريقه، عارفين كل ماده بتتذاكر ازاي، احنا حاطين الرولز وهي ماشيه على الرولز دي، وانا جاست ان انا بفولو اب، لكن مش بانفولف نفسي غير لما في حاجه صعبه قوي فيتال تقف، ودايما بحب اقول لها ارجعي لي المدرسه. ان الحلقه دي ليها علاقه بالامهات وبتولد الامهات، فانا حابه احكي موقف الحادثه يعني اللي ماما وقفت جنبي فيه. انا عملت حادثه على طريق السويس، فلما عملت الحادثه وانا رجلي الاثنين اتكسرت، ففضلت في المستشفى لمده 3 شهور، ففضلت هناك، فاللي هو ماما على طول كانت واقفه جنبي وكانت بتساعدني في اي حاجه، وهي كانت بتساعدني وحتى لما رحنا البيت كانت بتخلي المدرسين يجوا هنا البيت عشان يعني يجوا البيت عشان برضو اعرف اذاكر وابقى ماشيه مع المدرسه، وكانت بتساعدني في مذاكرتي وبتساعدني في كل حاجه. قولي لي الرياضه ساعدتك ولا كانت عائق بالنسبه لان انت تعوديها انها تذاكر لوحدها، ولا هي اللي كانت بالنسبه لك سبورت انها تتعود على ده؟ لا، هي كان بالنسبه لي سبورت، لان هي دايما احساسا ان هي دايما نور هي حابه انها تبقى الاحسن، وحابه ان هي عايزه على طول تثبت نفسها وتبقى موجوده وشاطره وتبقى باينه، هي بتحب ان هي تبقى باينه قوي، فلما بيبقى وراها حاجه هي بتحب تخلص، ما بتحبش تركن، ما بتحبش التراكمات، وما بتحبش ان هي فجاه تبص تلاقي حاجات كتير وقعت منها، فده شجعها ان هي خلاها على طول عامله زي النحله، يعني هي برده بتصحى معايا 5 وبتنام ساعات كتير متاخر الساعه 12 بالليل، ان هي ساعات بتخلص تمارينها 11 بالليل على ما بتروح وتغير وتنام، لا بتتعب الصراحه. في مواقف صعبه قابلتك في حياتك مع نور كانت الرياضه ليها تاثير ايجابي معاها فيها؟ في نور وهي عندها 7 سنين اتعرضت لحادثه عربيه شديده شويه، ونتيجه الحادثه دي ان هي كان المفروض ان هي تفضل قاعده على كرسي لمده سنتين، بنخش نعمل عمليه كل 6 شهور، وقتها احنا كنا بنلعب باليه ارضي بس، ما كناش لسه روحنا للباليه المائي، فكان هي حلها الوحيد العلاج الطبيعي، والعلاج الطبيعي كمان مش على الارض، علاج طبيعي في الميه. فابتدينا نيجي النادي وننزل البيسين شويه، شفنا بنات الباليه المائي، ايه ده، طب ايه رايك، طب ايه رايك نجرب، طب ننزل، طب بتاع، طب بصي احنا ما نخشش يعني هنخش مدرسه عادي وننزل نلعب كاننا بنلعب. ابتدت في الاول تلعب، كانت خلاص تمت 8 سنين طبعا، ابتدت في الاول تلعب وتنزل الموضوع لان هو لعبه، حبت الموضوع، فشويه بشويه ابتدت يعني، طبعا انا كنت بساعدها في نزول الميه وطلوع الميه، وفي حته الدراسه برده انا ما رضيتش ان انا اخر ولا اي امتحان، انا كنت بخليها تمتحن لوحدها في اوضه البرنسبل، لكن الرياضه فرقت معاها كتير قوي، وسبيشالي الباليه المائي. هي كانت في وقت كان المفروض اللي في سنها بيكون اخذوا خلاص خلصوا 6 ستارت، هي ما كانتش لسه خدت ولا ستارت، فهي في السنه الثانيه ليها في الباليه المائي دخلت تاخد 6 ستار في شهر ونص، خلصتهم
بالنسبه لي انا كان بيك تشالنج ليا والنور، وان هي قد ايه هي عندها عزيمه وقوه واراده، ان هي لما حبت حاجه حبتها واتقنتها قوي، وستيل لحد النهارده هي قادره ان هي تكمل فيها، رغم ان احنا ستيل لسه مكملين برده في العمليات ولسه عندنا شويه مشاكل بنحلها، بس هي الحمد لله يعني شيز توتالي ريكفرد. هي عملت مثلا عمليه في شهر 10 اللي فات، ودخلت بطوله بعديها على طول شهر 3. الموضوع يعني كان بالنسبه لها تشالنجينج كبير قوي، لان احنا بعد كل عمليه بناخد تقريبا ريكفري من شهرين لثلاث شهور. فبالنسبه لها هي لا، انا بالنسبه لي شايفه نور بطله في كل حاجه. يعني انا مش دايما اقول لها مش المقياس بتاعي ان انت تجيبي لي فول مارك اكتر من ان انت تبقي فاهمه. فانا دايما حاطه في دماغها انت، انا عايزاكي تطلعي عامله نظافه عندك ضمير، بس ما تطلعيش مهندسه او دكتوره ما عندكيش ضمير. اتقني اللي انت بتعمليه ايا كان، بس لو اتقنتيه انا بالنسبه لي انت سوبر. حضرتك بتلعبي دور اب وام في البيت. مظبوط. نور وكونها رياضيه بتساعدك، شايفه دورك ده بعيد شكلها ايه؟ نور شايفه معايا ريسبونسبيلتي كانها ست كبيره، ساعات بتصعب عليا. يعني ساعات بتصعب عليا فعلا ان انا حاسه ان انا محملاها فوق طاقتها، بس ما بحبش ان انا احسسها الاحساس ده، لان انا حابه انها تطلع شخصيه معتمده على نفسها، مش عايزاها تتسند على حد او تحتاج لحد يعني غير ربنا طبعا يعني سبحانه وتعالى. بس انا مبسوطه ان هي شايله معايا. نور بتروح كل يوم من المدرسه ممكن تعمل لي وتعمل لها اكل وتعمل لنا غدا عادي جدا. اتعلمت تطبخ، اتعلمت تروق، اتعلمت تنظف، بتنزل تروح التمارين لوحدها. يعني بخليها تركب مواصلات معينه طبعا، مش المواصلات العامه، عشان برضو يعني المجتمع ما يسمحش قوي بكده. بس نور ولما بتتحط في مواقف كتير جدا لقيتها لوحدها عندها حته حسن التصرف، بتفكر بتدبر، بتفكر اجيب ده لا ما اجيبش ده، طب ينفع كذا، بشاركها معايا حتى في مصاريف الشهريه بشاركها معايا فين. هي حتى تقولي طب احنا مش هنعمل ده الشهر ده، ممكن ناجله للشهر الجاي، ممكن نجيب كذا بدل كذا، ممكن نعمل كذا بدل كذا. نور مش بتاخد دروس خصوصيه خالص، ومعتمد على نفسها في المذاكره، وانا الحته دي محترماها فيها جدا جدا، وشايفه ان ده مضيعه للوقت، وانا معاها في الحته دي جدا. كفايه قوي الوقت المدرسه، وان احنا نرجع نعمل الهوم وركس ونذاكر ونعمل اللي ورايا والبريبريشنز والتمرين. احنا حياتنا ما ينفعش نضيعها في حاجه اكتر من كده، ولا فلوس ولا اي حاجه. وانا قايله لها من الاول كونسبت الدروس ده مفروض تماما، لان اوريدي احنا في مدرسه ومدرسه كويسه وقويه، فاحنا الحمد لله يعني مش معتمدين على الدروس الخصوصيه دي خالص. بالنسبه للتمرينات والبطولات، هو بالنسبه لي ان هي شخصيه يعني حلوه قوي، عشان هي كانت بتبقى واقفه جنبي في التدريبات. هي بتيجي من الشغل الساعه 5 او 4:30، بتقعد تحضر لي الحاجات والفاكهه عشان لما انزل التمرين اكون واخده فاكهه، فبتبقى واقفه برده، بتبقى قاعده طول التمرين مستنياني بره عبال ما اخلص. تبقى قاعده احنا بنخلص 10، هي تقعد تستناني لحد الساعه 10 عبال ما نخلص، ما على طول بتبقى راجعه من الشغل تعبانه وكده، وانا بقدر ان هي تعبانه. وقت بقى البطولات احنا بنبقى من 5 الصبح في نادي تاني، فبصحى بقى الصبح وبقى يعني ما بتقعد تصحيني وتحضر لي الاكل وتبقى مساعداني وتبقى على طول واقفه جنبي، ولو وتجيب لي هي البورنوس وتساعدني وتقعد تقول لي اركز وتقعد تشجعني، وهي هي اللي شجعتني اخش اكتر، ويبقى السنه اللي فاتت جبت مركز تاني، هي اللي ساعدتني الصراحه. هو نور طبعا يعني حاله خاصه جدا عندنا ومميزه، لان هي كانت عندها اصابه جامده قوي وكانت تلعب اوريدي لعبه تانية، بس هي طبعا كانت بتحب الووتر باليه وده اصرار رهيب ان هي تكمل فيه، فمامتها طبعا عملت دور قوي قوي ان هي حاولت تسبورت في الموضوع ده جدا وتجيبها، والبنت كمان كان عندها اصرار قوي، فكلنا عملنا زي تيم وورك كده ان احنا نطلع البنت من الاصابه اللي هي فيها، ان هي ترجع تاني للرياضه اللي هي بتحبها، لان هي دي اكتر رياضه هي كانت حابه ان هي تدي فيها اكتر حاجه عندها. فبصراحه مامتها يعني ادت كوش قويه قوي ان هي كانت دكتوره وكانت بتشجع وكانت يعني عملت كل الادوار المناسبه، وكلنا كنا بنتواصل مع بعض عشان البنت تحقق اللي هي عايزاه، تلعب اللعبه اللي هي بتحبها، واتس ايفر ايه الاصابه اللي موجوده او ايه الحاجه اللي مش هتخليها تكمل.
وهي فعلا عملت كده وكملت ودلوقتي في الفريق مع بقيه البنات وماشيه كويس جدا ومفيش حاجه وقفتها عشان هي بجد كان عندها اصرار ومامتها كان عندها اصرار ف يعني الحمد لله وصلوا اللي هم عايزينه. كتيرة بتقولي ان انا شبه ماما في حاجات يعني كتير، بتقول ان انا شبه ماما في طريقة تفكيرها في ان انا بعرف اخد قرارات يعني باخد قرارات الصح وكده، وبرده قالوا ان انا بفكر بعقلي اكتر من يعني بفكر زي برده نفس تفكير ماما، والصراحة دي حاجة حلوة قوي، بس انا عمري ما ركزت قوي، بس مبسوطة ان انا شبه ماما في حاجات زي كده. يعني بطل رياضي يعني غذاء سليم اكل صحي، كلميني ازاي بتقدري تعملي ده؟ بصي انا فيا الحته دي شويه، انا ما بشربش الكافيين والحاجات دي كلها، فبالتالي وجودها في البيت قليل قوي الناس لو في ضيوف، فنور طلع لي شويه في الحته دي. احنا بنشرب الصبح حاجات دافيه بعسل، حاجات سخنه بقى ينسون وبردقوش وتيليو ونعناع والحاجات دي كلها، ده روتين اليومي بتاعنا. احنا لازم الصبح نشرب حاجه سخنه بالعسل ابيض، وبعد كده ثمرة فاكهة ايا كان بقى على حسب السيزون ايه، لازم ثمرة فاكهة، لازم ده لازم تاخده قبل ما تنزل حتى تركب الباص، ما بتنزلش من باب الشقة غير وهي بتعمل كده. وبعدين الستايل الاكل مش بخلي عندي جانك فود كتير، يعني ما عنديش كونسبت الجانك فود، ممكن هي تعملها مثلا كل اسبوعين، بقينا في الصيف كل اسبوع كده صحابها بيخلوها تزوغ مني شوية شويه تجيب جانك فود، بس الكونسيبت ده مش عندي، سبيشال ان هي بتعرف تعمل اكل، فهي بالنسبه لها اسهل لها ان هي تطلع الاكل من عندي من الفريزر وتطلع على طول، وهي اتعلمت فهي بتبقى حابه ان هي توريني ان هي طبخت ايه او عملت ايه، تبقى مبسوطه اكتر بالقصه دي. طيب قولي لي، كونها بتلعب لعبتين ده تنظيم الوقت بيحتاج مجهود كبير جدا منك قبل ما يكون منها، خاصه انك بتشتغلي وايام الدراسه برضو لو لعبتين مع شغلك مع الدراسه مع الوقت اللي بتستهلكيه كله في اليوم، بتعملي مانجمنت ليه ازاي؟ هو مجهود ذهني رهيب، انا ساعات اصلا بقعد يعني انا عامله لها شيت عندي في الشغل بمواعيد التدريب ده بمواعيد التدريب ده، لان ده يعني مثلا الباليه المائي مش باليه مائي مش ميه بس، هو في فيتنس وفي باليه ارضي، في جزء منه باليه ارضي وفي جزء منه سبليتات بره، وكل واحد مع كابتن مختلف غير بتاع الميه بمواعيد مختلفه، وساعات بيحصل عندي اوفرلابنج للمواعيد ما بين الباليه الارضي والباليه المائي، بس يعني الناس الى حد ما بيبقوا فلكسبل شويه، بنحاول ان احنا مثلا نختصر نص ساعه من هنا او نص ساعه من هنا لما بيحصل اوفرلابنج في نفس اليوم. يعني مش عارفة أقولك إزاي، بس بلف حوالين نفسي حرفياً. يعني وقت البطولات هل بيتعارض مع وقت الرياضة التانية أو اللعبة التانية أو النشاط التاني كباليه أرضي؟ ممكن يتزامن مع وقت حفلة مع وقت مهرجان، ولا الموضوع بالنسبة لك بيبقى لا لغاية دلوقتي ما تعرضتيش للموقف؟ الحمد لله لغاية دلوقتي ببقى حاطة إيدي على قلبي وقت كل بطولة ووقت كل حفلة جراديويشن، بس الحمد لله البطولات معروفة في الباليه المائي إنها كل سنة في شهر 3، وحفلات الباليه الأرضي كل سنة تبقى في آخر 3، لكن اللي في أول 3 دايما بيبقى للباليه المائي، وساعات بنشفت الباليه الأرضي بيروحوا شوية لشهر 4، بس هي بتحاول بقدر الإمكان، وده من نفسها من غير ما أنا أبوش، هي بتحاول بقدر الإمكان إن هي تروح هنا وتروح هنا وتحضر وتثبت نفسها هنا، لدرجة إن هي بتحب إن هي تطلع سولو كمان هنا أو هنا، فهي حابة قوي الموضوع، فده بيخليني مشجعني انا ان انا الف حوالين نفسي، مش بتعب، ببقى مرهقه بس ببقى حابه اللي انا بعمله عشان بحس ان انا بعملها حاجه هي بتحبها. ماما صراحة حاجة حلوة بتساعدني في حاجات في المدرسة، يعني هي عشان ما أساس في البنك في الحسابات وكده، فهي الماث أنا عندي هي اللي بتذاكره لي وهي اللي بتساعدني فيه وهي اللي على طول واقفة جنبي، فالصراحة ببقى مرتاحة قوي، حتى ببقى داخلة الامتحان خلاص أنا عارفة إن أنا يعني ناجحة إن شاء الله. يعني ساعات مثلا بلاقي البنت في التمرين مش زي عادتها، يعني مثلا في يوم هي مش مدية
كل حاجه عندها، فطبعا بضطر ارجع لمامتها بإندايركت واي ان انا اعرف لو في مشكله في البيت، لو هي في حاجه مضايقاها مش قادره تقولها، لو في اي مشكله في المدرسه في فدي بتاثر عليها في التمرين. فبضطر ارجع للام لو البنت تخنانه شويه وهي مش قادره، فبضطر ارجع للام لان هي اللي بتظبط ده في البيت. لو البنت مثلا بتيجي كل يوم متاخر مواعيدها مش مظبوطه، فبترجع للام ان هي تظبط المواعيد وتظبط التايمنج بتاع البنت ما بين مدرسه ومذاكره وتمرين وفتنس والكلام ده كله. بالنسبه لاولياء الامور فهم ليهم دور مهم قوي 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 في اللعبه بتاعتنا او في الرياضه عامه، لان هم اللي بينظموا للعيبه وقتهم، هم اللي بينظموا لهم اكلهم، هم اللي بينظموا كل حاجه احنا محتاجينها احنا ما بنشوفهاش هنا في تمرين، هم بيظبطوها في البيت زي الاكل زي النوم زي النفسيه زي الوقت كل حاجه كل حاجه. كل ما يكون البنت وقتها متنظم اكلها مظبوط نفسيتها كويسه كل ده هي بتجيلنا بانرجي وباور كويسه قوي ان هي تشتغل في التمرين، بتطلع طاقتها واكله كويس نايمه كويس نفسيتها كويسه، فبتدينا طبعا هنا نتيجه كويسه جدا يعني. فطبعا كل ده دور الام يعني ان هي ازاي توفق ما بين دراستها والرياضه ما بين وقتها ما بين اكلها الرياضي اكل البطولات اكل التمارين اكل الدايت كل الكلام ده الام هي الاساس فيه يعني هي نظم كل حاجه في الحاجات دي. اشكر ماما قوي على اللي هي عملته، هي على طول واقفه جنبي وضحك كتير جدا عشاني، وحابه اشكرها قوي بجد عشان فعلا انا مبسوطه ان انا في حياتها ومبسوطه ان هي واقفه جنبي على طول ومساعداني، وبحب احكي لها على كل حاجه بحسها كاختي، بحب اقعد اتكلم معاها، وبجد عايزه اشكرها جدا على اللي هي عملته عشاني بجد. احبك يا ماما. لا هي امها ام بطله بصراحه، وهي يعني وصلت نور لحاجه بجد فعلا اي حد كان هيستسلم، فهي كانت جدعه قوي مع بنتها وسبورتيف قوي مع بنتها، وبقول لها تكمل، وهي وصلت لبوينت كويسه قوي مع بنتها يعني كانت شبه مستحيله، ف لا بقول لها تكمل وان شاء الله ان شاء الله توصل لحاجه احسن من كده بكتير طول ما هي وراها. قولي لي ايه الرساله اللي ممكن توجهيها لكل ام علشان تكون ام بطله زيك؟ السؤال ده صعب قوي. ما فكرتش فيه قبل كده وما سالتوش قبل كده الصراحه. بص هو انا مش شايفه نفسي بطله قد ما انا عماله احاول ان انا ادي بنتي احسن حاجه في الدنيا، انا عايزه بنتي احسن مني وعايزه اشوفها هي كمان احسن حاجه في الدنيا. بالنسبه لي احسن حاجه في الدنيا دي مش ان هي تطلع علامه ذره او دكتوره او اي حاجه، انا عندي يكفي قوي ان هي يبقى عندها ضمير واخلاق ومتصالحه مع نفسها ومع الناس، ده بالنسبه لي كده هي احسن واحده في الدنيا. لكن مش عايزه اطلعها عندها عقد او كلاكيع او مشاكل او غيره somehow او كده زي ما بيحصل او الحاجات دي، فانا بحاول بقدر الامكان ان انا اديها احسن حاجه فيا من كل حاجه، ولو حاجه مش فيا احاول انا اغير من نفسي عشان هي تتعلم من اللي انا بعمله مش من اللي انا بقوله. يعني انا بحاول بقدر الامكان هي تشوفني انا احسن عشان لما تشوفني انا احسن هي هتعمل زيي، لكن مش هتسمعني قد ما هتشوفني. فصاحبوا اولادكم على قد ما تقدروا، ادوهم كل حاجه، ادوهم حب وحنيه خروج فسح اهتمام، شاركوهم. انا بحب اشاركها وتشاركني، يعني دايما حتى لو هي على مضض وبتشاركني على مضض بس في الاخر بتتبسط، يعني انا لما بنزل مشوار تقيل شويه او كده لا انا عايزاها تشاركني فيه وتحس انا عندي مثلا في الشغل بننزل نعمل حاجات تشاريتيز وكده بتبقى تقيلة شوية وبناخد يوم ومجهود وكده، ابتديت انزلها معايا بقى لي سنتين. الاول كان الموضوع تقيل عليها شوية كفكرة، بس لما نزلت واشتغلت بايديها وبقت تعمل وتحس بالمجهود اللي هي بتعمله وتشوف الاوتبوت بتاعه، لا بقت هي اللي تسألني احنا هننزل امتى؟ احنا هنروح امتى؟ طب احنا ممكن نعمل ايه؟ بقت هي تحب الموضوع اكتر. فكل ما حسيتها ان هي كبيره وانها شخصيه مسؤوله وان هي ممكن تاخد قرار حتى لو القرار ده ما خدتوش صح، بس احاول اوجهها فيه واقول لها هي نور عندي برضو عنيده شويه بتحب لما تقول حاجه تعملها،
فانا بحاول بقدر الامكان ان انا احميها برضو شويه من نفسها في الحته دي، لان يعني مش كل القرارات طبعا في سنها ده بتبقى صح، بس هي بتبقى عايزه تحس انها انا كبرت سبيشال، ان هي حاسه انها برضو مسؤوله. يعني انا معايا مفتاح البيت وبروح وبطلع وبطبخ وبعمل بروح التمرين لوحدي، فابتدت تحس ان انا لا انا حد كبير، انا شخصيه مسؤوله وكبيره. فبحاول بقدر الامكان ان انا بصاحبتها في كل حاجه يعني، فمش عارفه اقول ايه يعني، صاحبوهم اكتر وخليكوا جنبهم وشجعوهم، افتحوا لهم ابواب كتير، اسمعوا منهم واعملوا لهم الحاجات اللي هم بيحبوها. ومش شرط ان انت عشان تعمل لابنك او لبنتك الحاجه اللي هو بيحبها ان انت كده بتدلعه، بالعكس انت كده بتبني شخصيه. يعني انا بحاول ان انا فعلا اخليها صاحبه راي وصاحبه قرار وصاحبه وجهه نظر، ودايما اقول لها فكري كويس قوي قبل ما تتحركي او قبل ما تتصرفي، وهي فيها الحته دي. ودايما اقول لها دايما احترمي عامل النظافه قبل ما تحترمي اي حد تاني. يعني في ناس كتير تستحق مننا الاحترام، مش عشان شغلهم او مش عشان اي حاجه، ممكن عشان سنهم عشان وظيفتهم، مش لازم نوصل على انها حاجه قليله. في بيزكس كتير قوي كده مش بلاقيها في كل بيت. واهم حاجه طبعا بخليها يعني بحاول اوصل ده بان علاقتها بربنا لازم تبقى قويه، لازم اقولها يعني لو انت عايزه توصلي لده اعملي وتعبي كل حاجه، بس لازم تصلي ولازم تدعي كتير ولازم تعرفي ان ربنا يعني ان شاء الله هيكرمك ومش هضيع تعبك، حتى لو ما جاتش مظبوطه زي ما انت عايزه، بس هتلاقيها سمعك في حته تانية، شوفيها في حته تانية بشكل تاني. على قد ما بقدر يعني بحاول ان انا اخليها احسن واحده، احسن واحده في نظري، مش شرط في نظر مين، بس احسن واحده في نظري ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. احنا سعداء بيكي جدا جدا وشرفتينا. في يا حبيبتي ربنا يخليك. وبكده انتهت حلقتنا النهارده، وانتظرونا في حلقه جديده من البطوله امهات.